أهلا متابعي قناة الملوك. طبعا اليوم راح نصور هذا المقطع خارج غرفة محمية الطيور. السبب لأن الإضاءة ضعيفة جدا داخل الغرفة، والسبب أن الجو كما تلاحظون الجو ممطر وغيوم كثيفة، والإضاءة داخل الغرفة مظلمة جدا. سوف نصور هذا المقطع خارج الغرفة، خارج غرفة المحمية. اليوم فتحنا هذا العش ما شاء الله تبارك الله، يوجد فراخ كثيرة في هذا العش. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة فراخ وثلاث بيضات. طبعا فحصنا البيض، هذا البيض الموجود فاسد غير محصن. طبعا الانتاج ما شاء الله تبارك الله في هذا العش انتاج جيد، انتاج ممتاز يعتبر، فيجب المحافظة على هذا الزوج لان هذا الزوج يعتبر زوج منتج. وايضا يجب تركيب هذا الدرج السحاب في العش، هذا ممتاز لأنه يحمي الطيور، يحمي الفراخ من يعني عندما نقوم بفتح العش يحمي الفراخ من السقوط من العش. طبعا أنا اشتريت كمية من هذا الدرج، وإن شاء الله سوف نركبه داخل كل عش. يعني يوجد معنا الأعشاش كثيرة، وسوف نضع هذه الأدراج داخل كل عش لحماية الفراخ. وأيضا نلاحظ أن الإنتاج يكون جيد، السبب أن كما تلاحظون الحفرة أن البيض يستقر داخل هذه الحفرة، يعني لا يتحرك يمين ولا شمال، يكون داخل هذه الحفرة وتستطيع الأنثى أن تحفظ جميع البيض. ولكن ألاحظ في أي عش ثاني أن البيض يتحرك، ونلاحظ أن بعض البيض أن الأنثى لا تستطيع أن تحضن جميع البيض، ولكن هذا أفضل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا من الأفضل أن نضع نشارة الخشب داخل هذا العش، أولا لأن أرضية هذا الدرج البلاستيكي ملساء، ونلاحظ أنها قد تسبب الكساح للفراخ. نلاحظ أن كما تلاحظون الفراخ لا تستطيع أن لاحظوا هذا الفرق،
فمن الأفضل أن نضع نشارة الخشب. إن شاء الله سوف نجهز فيديو ثاني لوضع نشارة الخشب في العش. وأيضا نلاحظ أن الأنثى ما شاء الله تبارك الله تطعم الفراخ بشكل جيد. سبحان الله. نلاحظ أن جميع الفراخ ما شاء الله تبارك الله الحوصلة ممتلئة بالأكل. جميع الفراخ ما شاء الله.